اتحمست ليه جدا لاني شفت السكريبت حلو وجديد. فكره ال 3 دي دي اكتر حاجه برضو اكيد حمستني، انه اول مره في الوطن العربي، فانا بحب دايما اخوض تجارب جديده. يعني كواليس كانت حلوه قوي، شفنا وقت صعب، بس استاذ وائل عبد الله دايما كان صراحه يعني على قد كمان ما هو تعب كان شايف ان احنا بنتعب، فكان لا يعني كان جميل قوي معانا يعني. بس الكواليس على قد بقولك التعب، على قد ما كنا كلنا بنهون على بعض، وكانت كواليس لذيذة يعني، من الأفلام أو من الأعمال اللي أنا عملتها اللي كنت ببقى حابة قوي الكواليس بتاعتها. أي شخصية بعملها حتى لو شريرة بتعاطف معاها عشان أصدقها وأعملها، فأكيد تعاطفت معاها. يا حرام داود بهدل، أنا بخاف كمان بس داود بيخاف أكتر مني، فكنت دايما أنا وشريف يعني بنخده جامد، وحرام كان بيتخض جامد قوي. شفتوا كرم من عند ربنا، وشفتوا ان مجهود اتعمل وتقدرنا عليه الحمد لله.